جزء كبير جدا من اقتصادات الدول بيقوم على مسألة الحفاظ على العقول. انتوا عارفين في حاجة كده بتحصل في دول كتير جدا، يقول لك ايه اسمها البرين دريننج. يعني ايه؟ يعني بالبلدي هي هجرة العقول، يعني الناس تسيب البلد وتاخد بعضها وتروح حتة تانية. فلان الفلاني يطلع في اوروبا، وفلان الفلاني يطلع امريكا، وفلان يطلع اليابان، وفلان يطلع الصين، وفلان يطلع روسيا، وفلان يطلع الى اخره. طيب هل ده بيخسر البلاد اقتصاديا؟ طبعا بيخسر البلاد اقتصاديا. ليه؟ لانه هذه العقول على اختلاف انواعها، ده عقل في الطب، وده عقل في الفيزياء، وده عقل في الاداب، وده عقل في الفنون، وده عقل في الفلسفه، دول ما بقوش بيدوا انتاجهم الفكري والعقلي والعلمي لبلدهم، بقوا بيدوها فين؟ في حتت تانية. ده حصل بقوه وبضراوه 30 سنة من 81 ل 2011 بضراوة. كم عقول خدت بعضها وكتت فلقت غير طبيعي، غير طبيعي. أنا ممكن أقول لك أسماء وأقول لك هم دلوقتي بيشتغلوا إيه، لأن أنا قابلت ناس زي كده في أمريكا وفي ألمانيا وما إلى ذلك. طبعا احنا في عندنا عقول مشهورة جدا، يعني مثلا هسألك سؤال صغير كده، مش احنا كلنا دايما بنتكلم عن المهندس العبقري مهندس هاني عازر؟ ايه اللي خلى المهندس هاني عازر يرجع تاني؟ الايمان بانه البلد دي اصبحت بتعمل العكس، بدلا من انه العقول تسيبها وتهرب، لا تعالوا يا جماعه اشتغلوا معانا هنا. ليه؟ لانه الانتاج الفكري العقلي الابداعي العلمي بتاع هذه العقول لو فضلوا هنا، او اذا استطعت تبعت تجيبهم من بره حتى وان استشاريين يدلوا بمشوره ما، خبره ما، يتابعوا امر ما، يعلموا من وقت للتاني. طب دي الناس اللي طلعت، طب والناس اللي موجوده لازم احافظ عليهم، طب والناس اللي هتتوجد. يعني ايه هتتوجد؟ يعني الطلبه بتوع ثالثه ثانوي مثلا زي اللي كده اللي احنا عايزينهم يبقوا موجودين هنا فيخشوا الجامعات ومخهم يتنور في الجامعات دي، ويشوف ان الجامعات دي اللي عندي هنا في مصر جامعات ليها مستقبل. هتيجي تقول لي يعني ايه ليها مستقبل؟ هقول لك يعني الطالب يبقى عارف انه هيخش الجامعه هيتعلم كويس، وانه هيقدر يكمل دراساته في هذه الجامعه، ده بقى المستقبل، الدبلومه بتاعته، الماجستير، الدكتوراه الى اخره، المعامل بتاعتها، المكتبات بتاعتها، وهكذا. كده الجامعه ليها مستقبل. طب هذه الجامعه اللي ليها مستقبل هتمكن في بعد كده في ايه؟ فانه يبقى في طول الوقت انتاج بحثي خارج من هذه الجامعه، بعض هذا الانتاج بيصبح قيد التطبيق، اما في المجالات بتاعت التكنولوجيا والصناعه والطب الخ، او حتى في المجالات الفكريه، النشر، الكتابة، الفلسفة، الشعر، الأدب، زي ما يطلع. إحنا اشتغلنا، وأنا بقول إحنا لأن إحنا كلنا في نفس ذات المركب، المصريين، مصر، الدولة اشتغلت على إنها تبني جامعات جديدة بنفس المفاهيم العالمية اللي موجودة بره. تجربة خضناها، تجربة خضناها، زي الجامعات الأهلية على سبيل المثال، أو التحديث اللي حصل في الجامعات الحكومية على سبيل المثال آخر، التوسع في إنك أنت تحاول تجيب شراكات من جامعات دولية وتبقى موجودة عندك هنا في جمهورية مصر العربية. فبدأنا نضخ الاستثمار ده، استثمرنا تقريبا 100 مليار جنيه علشان نطلع 16 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية. هذا يحول دون هجرة العقول، هذا يشجع على مزيد من زراعة عقول مصرية جديدة، ظهور عقول. يا جماعة احنا شعب ذكي، كل اللي محتاجه تربة خصبة، بيئة حلوة، البيئة دي بنشتغل عليها. معايا على التليفون دكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ يوسف. أهلا وسهلا. أخبارك يا دكتور؟ كله حلو؟ الحمد لله كله تمام. أخبار الجامعات الجديدة بتاعتنا إيه؟ صرفنا 100 مليار. تمام. قول لي. لسه في إن شاء الله طبعًا مع الوعود الرئاسية بالاستثمار وبالذات في الجامعات التكنولوجية إن شاء الله. هايل. إحنا الاستراتيجية بتاعتنا إيه؟ رؤيتنا إيه من وراء هذه الاستثمارات في التعليم الأكاديمي؟ دكتور. لا ده السؤال المهم.
يا دكتور. اي يا فندم أيوه. سامعني؟ مع حضرتك يا فندم كده. يبقى حطيت ايدك على نقاط كثيره. يا رب يا رب اطلع حطيت ايدي على نقط كويسه بس. لا لا ممتازه يعني حضرتك حطيت يعني اما بتتكلم مثلا عن هجره العقول، اما بنتكلم على تحميل الجامعات الحكوميه، يعني احنا كنا وصلنا في مرحله اكيد حضرتك عارف كنا بنشوف في الافلام من 10 سنين و20 سنه مدى الضغط والتكالب على الجامعات الحكوميه والزحام عليها، وده كان بيرهقها ويمثل يعني ثقل على كاهلها. ما تقدرش ما نقولها اعملي شركات دوليه، ما نقولها اهتمي بجوده التعليم، اما نقول لهذه الجامعات اعملي مشاريع بحثيه دوليه، اما انخرطي في الصناعه، هي الجامعه قادره تشيل كميات الاعداد اللي يعني بتلقى بها اليها وما بتقدرش. فمبدا اتاحه التعليم من خلال جامعات كثيره وضخ استثمارات فيها اتاح فرص كثير قوي للجامعات اللي ناس جديده انها تظهر. اما يبقى عندي انا مثلا قسم فيه اكثر من 100 دكتور او 200 دكتور، لا الدكاتره دول يتم توزيعهم واعمل مدارس جديده من العلم في الجامعات الجديده، ده اتاح فرص كثيره جدا. فكره كمان الجامعات الاهليه وانها توزيعها على يعني لما حضرتك تشوف الاربع جامعات الاهليه الاولى وتوزيعها مش في الاماكن في عواصم المحافظات كالمعتاد، لا اختارت اماكن بعيده عشان زي ما الضيف حضرتك الاسبق لما كانت في الصناعه تنخرط بهذه البيئه اللي فيها صناعه يعني صناعات وتجذب مجتمعات عمرانيه جديده اللي هي جلاله وسلمان والعالمين والمنصوره الجديده، ومن بعد كده الجامعات ال 12 الاهليه، ومن ثم الفجوه الكبيره اللي احنا بنعاني منها في مصر والدم الكبير اللي هو التعليم الفني اللي فيه نقص كبير في المستويات المقبوله، والدوله يعني درست واثبتت ان احنا مش بس نحتاج ما نحتاج محتاجين ان احنا نطور في التعليم الفني على مستوى ما قبل الجامعي، لا ننشئ ليهم مسارات مهنيه في التعليم الجامعي تشد مزيد من الطلاب. فعملت اتاحه للطلاب التعليم الفني اللي كان صعب جدا وبيتنافسوا على بعض المقاعد في كليات الهندسه او كليات التجاره بالعافيه عشان يلتحق فيها. احنا كده فتحنا لهم مسارات وما بنشوف التجربه بنايه الحقيقه بقى سعيد وانا بشوف الطلاب ومستواهم هو بيتحسن في كل حاجه، مش بس علميا مش بس مهنيا حتى خلقيا ونفسيا، ان احنا فتحنا لهؤلاء الطلاب مسارات جديده. يمكن اعلق على نقطه يعني برضه حضرتك قلتها ومهم برضه نعلق عليها، احنا مش هدفنا بس نحافظ على العقول، لا احنا يعني لما نشوف احنا مثال الهند مثلا اللي هي من اكبر دول المصدره للعقول في مجال الاي تي، لا احنا عاوزين ان نبقى عندنا نبقى اغنياء بالقوى البشريه ونصدر منها، ويمكن ده هدف برضه تكليف رئاسي من خلال ان احنا نهتم باللغات ويبقى عندنا كوادر تقدر تسافر تحقق المستويات الاوروبيه عشان في فرص ممتازه لاولادنا برضه يقدروا يكملوا اذا كان مستواهم عالي. طبعا يطلعوا في الفرص الرخيصه او يعني هي زهيده المرتبات، لا في فرص مزات يعني السالري او المرتبات الاعلى قيمه، واللي ده بينعكس برضه على المجتمع في الداخل. فيعني هي منظومه متكامله سواء من اختيار الاماكن الجامعات عدد الجامعات التخصصات، كنا في الاول مهتمين بالاهليه ولا انها بتكذب ان الطالب مثلا كان نفسه بدل ما يسافر اوكرانيا ويسافر مش عارف روسيا او غيرها او رومانيا، لا بيتاح ليه فرص وهو موجود هنا في مصر بالطريقه اللي بتعلم متعود يتعلم بيها مع عدم اختلاف طريقه التدريس. دخلنا لا احنا دخلنا في الفجوه التكنولوجيه ولازم الجامعات التكنولوجيه اللي هي العشره اللي اتبنوا فيه بعد كده ان شاء الله تكليف باستكمال ال 17 ويمكن اكثر ان شاء الله. فكل ده زي ما حضرتك يعني اتاح فرص واتاح لعقول حتى العقول المصريه اللي في الخارج. ما حضرتك بتقول الدكاتره اللي رجعوا يعني عن يعني انا على تجربه شخصيه انا قعدت في المانيا فتره اكثر من 10 سنين ورجعت مثلا في 2016 ويعني واشتغلت مع جامعتي واللجان القطاع والمجلس الاعلى
في جامعات الاهليه وجامعات الكليزيه، والحمد لله يعني في ان شاء الله احنا بنحس ان دي زاويه مهمه يا دكتور. أيوة. حضرتك جيت من المانيا، طبعا احنا كلنا كمصريين بالنسبه لنا المانيا باغلب دول المانيا يعني مفيش هزار المانيا يبقى ختم الجوده. تجربه حضرتك في الـ 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 الجامعات الالمانيه ثم العوده مره تانية لمصر، فحملت بمجموعه خبرات كبيره وعاوز تحول هذا الحلم الالماني انه يتحول الى حلم مصري. ايوه احنا مقتربين منه من اي مدى، او بالادق انا قدامي قد ايه لحد ما يبقى عندي مثلا جامعه زي جامعه ميونخ التكنولوجيه مثلا؟ هي طبعا الموضوع مش جامعات بس، احنا يعني على الطريق. الموضوع مش جامعات فقط ولكن بيئه كامله، يعني بيئه كامله يعني سواء من بيئه تشريعيه. اما الدوله مثلا وافقت مجلس الشعب اخيرا على نقابه التكنولوجيين، ده حاجه جاذبه تخلي الطلاب اللي بيدخلوا هذه الجامعات مهتم يعني لقوا حاجه يبقى حاضنه ليهم. لما نتعامل مع التنظيم والاداره ونعمل التوصيف الوظيفي لكل هذه الوظائف، لما يبقى وزاره الصناعه والتدريب يحصل يعني تكامل، مش ما نبقاش يعني هم عندهم برضو مراكز تدريب وبيدوا حاجات مهنيه، لازم يحصل تكامل عشان ما يحصلش ازدواجيه في مسميات وحاجات زي كده. على المستوى الصحي نفس الموضوع. فالطريق طبعا التعليم في المانيا يعني الجامعه هي المصنع والمصنع والجامعه، يعني الجامعه بتشتغل فيها ليها فرع جوه المصنع، جوه مصنع ايرباص مثلا. ايوه واخد بال حضرتك. وطبعا كل المشاريع التخرج حتى اللي على مستوى الطلاب بيبقى في ليك رذيف صناعي مهتم بيها، ما هوش يعني حلم كده او فكره بتيجي من الدماغ، لا في اهتمام وبنكمل بيها. ف يوم يعني واحنا ده اللي شغالين فيه، اما بندي حوافز استثمار، اما ضيف حضرتك السابق اما اقول ما بندي حوافز استثمار ان الصناعه يعني تحاول يبقى لازم احافظ على توطين الصناعه، نقل التكنولوجيا. صح. نقل التكنولوجيا يعني ايه؟ يعني ان انا بدل ما شراء العبد ولا تربيته زي ما كان بيحصل، لا بدل ما ادفع 5 مليون جنيه عشان اجيب مكنه من اوروبا او حتى ارخص 2 مليون جنيه من الصين، لا ده انا ممكن اشوف شباب واعد واشوف مين اقرب جامعه شغاله في الكلام ده. ده في حاجه تسمى المقياس اللي هو التكنولوجي ريدنس ليفل، الجاهزيه التكنولوجيه. هل احنا في هذا الموضوع وصلنا لاي مستوى؟ شوف المستويات اللي احنا قربنا فيها نوصل الى يعني تصنيع النموذج قابل للتطبيق. صحيح. وده ازود فيه واضخ فيه، هتطلع نتائج ممتازه ان شاء الله باذن الله. باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور احمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي.